بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم في كورس اللو كارنت. ان شاء الله النهارده هتكلم عن الساوند سيستم، هتكلم على الرايزر دايجرام الخاص بالساوند سيستم. لو انا افتكرنا مع بعض المكونات الرئيسية، كان في عندي مايكروفون ستيشن، المايكروفونات بتدخل على الجزء الخاص بالراك. عايزين نشوف الراك الخاص بالساوند سيستم جواه ايه. في عندي هنا الباور سبلاي 24 فولت دي سي، الامبير بتاعه 2.3، دي اللير الاولانيه. بعد كده في عندي 24 لاين سيلكتور موديول، الموديل بتاعي ام اس 24 ان. في عندي البي ام اللي هو الموديولر مين فريم، الموديولر مين فريم. في عندي موديولر مير فريم تاني، تمام. بعد كده في عندي الاف ام على الاي ام تيونر، في عندي المونيتور سبيكر اند الشانل سيلكتور، ده داخل الراك. بعد كده ببدا اشوف البري امبليفاير، البري امبليفاير. طبعا الناس ترجع للمحاضره اللي فاتت عشان تبدا تعرف الكلام ده. في عندي طبعا الامبليفاير هنا او الباور امبليفاير اللي انا بستخدمه 480، كان في ستاندرد للقيم لو انت فاكر 480 وات، 230 فولت، 24 فولت، تمام. ده باور امبليفاير، انا مستخدم 8 باور امبليفاير. بعد كده الراك ده بيديني البابليك ادرس سيستم، ده احنا بنسميه البابليك ادرس راك، موجود في الالكتريكال روم. هنا ببقى مصمم يا شباب زونز، مقسم فيها اللود سبيكر. ادي عندي الجزء الخاص باللود سبيكر 1 لحد لود سبيكر 12 على الزون الاولانيه، لود سبيكر 1 لحد 13 او لحد 11 في كل زون. باخد اللود سبيكرز دي بوصلها اول حاجه على الباور امبليفاير، والباور امبليفاير هو اللي بيدي الاشارات او بيتوصل بالمونيتور سبيكر والشانل سيلكتور او بالاف ام اي ام تيونر او بالمديولر مين فريم. طبعا بياخد الباور بتاعته. في معلومه مهمه جدا، انا دايما بوصل بالراك اشاره بتروح للبي ام اس البيلدينج مانجمنت سيستم، بوصل اشاره بتروح للفاير الارم كنترول بانل، بوصل اشاره بتروح للسبلاي فروم اليو بي اس بانل لو انا بغذي طبعا الجزء الخاص بتاعي من اليو بي اس بانل. اهم اشارتين لازم تاخد بالك منهم بربطهم بالسماعات او بالساوند سيستم، اللي هي اشاره البي ام اس واشاره الفاير الارم كنترول بانل. ده كان عبارة عن السنجل لاين دايجرام او المخطط الخاص بأنظمة الساوند سيستم او البابليك ادرس سيستم، ايه اللي موجود داخل البابليك ادرس راك، وازاي بنوصل السماعات في هذا الراك، وازاي بتدخل وحدات الادخال اللي هي المايكروفون على البروسيسنج سيستم وتطلع على وحدات الاخراج اللي هي على السماعات. واشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.